طيب عايزه اروح معاكي بقى نتكلم شويه بقى تفاصيل. بما ان انت حكم، المنظومه التحكيميه في مصر والفار، او هقول المنظومه التحكيميه حاليا يعني، انت بتشوفيها ازاي مؤخرا؟ والله طبعا هو في مشاكل كتيره في الفار، بس ده اعتقد يعني التحكيم انت هتشوفيه دايما في حتى في جميع انحاء العالم دلوقتي بقت فيه اخطاء. هو طبعا الاخطاء بتبقى التحكيميه هنا في مصر، انت اي حكام بيطلع من مباراه لازم يكون عليه اعتراضات. ده ناتج لان الفار فيه مشكله معينه ممكن تحصل او بتحصل، بس ده طبيعي. انا بشوف ان ده طبيعي لان اراء الحكم ممكن تتاخد في ثانيه، فانت بترجعي تاني لشاشه ممكن جدا جدا السكرين ما بتبقاش مورياكي زاويه الرؤيه الواضحه وما تكون مورياكي ومن كل الزوايا، بحيث ان يعني ما يبقاش في اي مساحه للشك. تقولي ايه يا ست الكل؟ بيحصل طبعاً. طبعا هو الفار اصلا مخصص لكده، يجيب لك كل الزوايا. احنا معاكي في ان وارد طبعا ان يكون في اخطاء تحكيميه، والكلام ده يعني عندك حق فيه مليون في الميه في كل مكان في العالم، بس برضو خطا عن خطا بيفرق. كواليتي الخطا، حجم فداحه الخطا، لا منطقيه الخطا دي بتفرق. فده بقى عندنا ملحوظ في الفتره الاخيره، عشان كده حتى انا هوان سالتك السؤال ده. هو دي حقيقه بصراحه. وطبعا في فتره بقى كده فوكي بقى وخدي خدي ودي كده معانا في الكلام. أنا متحفظه انت في الحته دي؟ انا زي ما متحفظه ابدا. طيب تابعينا وجهه نظر. لا والله هو فعلا في طبعا اخطاء كتير، بس بتكلم في ان هي في بتبقى اخطاء ما نقدرش نقول ان هي متعمده، لان ممكن جدا جدا ان النهارده باخد راي حضرتك وانت كحكم للفار، انا باخد رايك بقول لك هي دي تحسب او ما تحسبش. هي بس المشكله ان انا هحاسب مين؟ يعني انا دلوقتي بحاسب مين في الحته دي بالذات؟ يعني لو في مشاكل في الفار شخص المخطئ او بترجعي للجنه، لازم يكون في برضو لازم يكون في اولا الحكم ليه برضو صلاحيات وليه سلطات. ما ينفعش ان كل يوم انا وجهه نظري متواضعه، ما ينفعش كل يوم مثلا اقول ان انا وقفت نهاوند ليه يا عم؟ يعني ما ينفعش، لازم يبقى في حاجات ما تبقاش مصرحه للسوشيال ميديا او للميديا. وبعدين نبتدي بقى نحل المشاكل بتاعت الفار دي. مثلا الرجوع ليها بيبقى ازاي؟ والمفروض ان مين بياخد الحكم، يعني مين بياخد القرار الاساسي؟ هو ده الموضوع، ان انا المفروض يعني احكم على مين. ليهم لجنه عليا مسؤوله عنهم وعن ما هي اللجنه العليا. هو بيجي دلوقتي بيقول لك ان انا سالت اللايمان او المسؤول عن الفار وكده، وقال ان هي غير ما تحسبش، مع ان انا ممكن ابقى شايفه ان هي تحسب. هنا القرار الحكم الاساسي، يبقى المفروض ان لو في اخطاء بتبقى الحكم الاساسي، قرارات الحكم الاساسي، ده طبيعي. لكن هي المشكله ان انا النهارده لما بيقول ان الفار في مشكله معينه هحاكم مين؟ ما اقدرش احاكم حد. بعيدا عن اللي احنا بنتكلم فيه، خدتي بالك من طريقه تلفظها بكلمه الفار اساسا؟ نسمع منك الفار كده كمان مره يا ستي. والله طيب تمام. مميزه يعني. يعني انت شايفه كده؟ ربنا يخليك. شايفه كده ان انا شايفه ان في اخطاء تحكيميه طبيعية. يعني ممكن جدا تكون كتيرة، ممكن جدا تكون قليلة، ده موجود في كل الدنيا. بس انت مش شايفاها مقصودة، يعني هو ده نقدر نقول الكونكلوجن اكيد. لا ما انا مش اصل موضوع ان هي موضوع ان هي تكون مقصودة، دي ده امر يعني ممكن يبقى بعيد، انا ما اعرفوش يعني ما نقدرش نعرف. لكن في اخطاء تحكيمية طبعا، في اخطاء تحكيمية كبيرة طبعا. عشان كده قلت لحضرتك في الاول خالص، انا كنت بحب جدا شخصيه الحكم، ان الحكم ده يقدر يطلع الناس، وانا فعلا كنت ممكن ما انامش لو انا حسيت في لحظه من اللحظات ان انا ظلمت حد، او ان انا مش فاكره لعبه،